بمناسبة المواطن نصب عيني، تعالوا نسمع السيسي قال ايه في النقطة دي بالذات. وأؤكد لكم بأن في كل أزمة منحة وبعد كل أزمة أزمة مكتسبات، كما أود أن أعبر لكم بكل وضوح أن المواطن المصري ونصب عيني وجودة حياته هي الهدف المحدد الذي لا نحيد عنه. راجل واضح جدا، راجل صريح جدا، جودة حياة حضرتك هي هدف لا يحيد عنه، وانت الحقيقة نصب عين فخامة الرئيس، عشان كده قرر يرفع الأجور والحد الأدنى للأجور والمعاشات وتكافل وكرامة. الرجل النهاردة روق على المواطن المصري، ما تيجوا نشوف. واستجابة لهذه الأصوات فإنني أواجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية. أولا التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الفوائد الخاصة اعتبارا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد موجبها بحيث يزداد موجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريا. ثانيا زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريا، بالنسبة للدرجة الثالثة نوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا، بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا، بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا. ثالثا زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2023. رابعا رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24000 جنيه ليكون بقيمة 30000 جنيه سنويا اعتبارا من أول أبريل 2023. خامسا زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا اعتبارا من أول أبريل 2023. أظن شوية إنصاف يا جماعة، شوية إنصاف بقى بأمانة، يعني لازم نشكر فخامة الرئيس، شكرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لازم نشكره. الحقيقة الراجل فاجئنا كلنا، احنا كنا متوقعين انه هيطلع مثلا يزود اسعار البنزين زيادة كمان، يبرر الفشل الاقتصادي، يتكلم على الديون، يقول لك انتوا السبب الزيادة السكانية، لكن الحقيقة لا، الراجل طلع التزم بالكلمة المكتوبة وزود مرتباتكو. انت كمواطن مصري محتاج ايه من رئيس الجمهورية اكتر من كده؟ يا اخي شوية انصاف، يعني قولوا الحقيقة، يعني ادوا للراجل حقه. بصراحة الراجل تعبان معنا جدا، يعني بصراحة يعني بشكل محايد تماما. لا الراجل عدى العيب، ده زود مرتباتكو، يعني الراجل طالع النهاردة حاسس بيك وانت داخل على شهر رمضان. اي نعم الزيادة بعد رمضان مش قبل رمضان، بس في النهاية هو زود مرتباتك. طبعا وانا بتكلم دلوقتي في ناس بدأت تشتمنا، انا مش تشتم عبد الفتاح السيسي، انت ايه اللي بتقوله ده يا عم، انت جاي تحرق دمنا. ما تيجوا نشوف مع بعض كده فريق الاعداد عمل شوية مقارنات او تحليل للبيانات او الارقام اللي قالها عبد الفتاح السيسي، ونشوف بعد كده هل فعلا احنا محتاجين نقف احتراما في انتباه كده واشكر فخامة الرئيس، ولا محتاج ان انا اقول الكلام اللي انتوا بتقولوه يعني وانتوا بتتفرجوا دلوقتي، واللي انا مش عارف اقوله على الهوى لانه ما يصحش. ما تيجوا نشوف الارقام اللي قالها السيسي النهاردة معناها ايه، لانها ارقام مهمة قوي. طيب قيمة قرارات السيسي الجديدة: الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه. هنا بقى نقطة مهمة قوي يا جماعة، تعال احنا هنقارن ما بين تاريخين، هنقارن ما بين 26 أكتوبر 2022 عندما تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 جنيه. بس لا أنا قبل ما أقول الكلام ده في نقطة مهمة، خلينا نغطي على الكلام ده، اوعى حد يشوف الكلام اللي ورايا ده، ركز معي. الراجل ده، الراجل عبد الفتاح السيسي بصباعه ده، دايما كانوا بيكلمونا عن ربط الدولار بالجنيه، ودايما الاقتصاد بتاعنا بيتأثر بالدولار، ودايما الحكومة تقول أصل سعر الدولار، ما طلعناش الأعلاف من الجمارك ما عندناش دولار، ما عملناش مش عارف ايه عشان الدولار، أزمة الرز أصل الدولار، أزمة القمح أصل الدولار. يعني بما أن إذن إحنا رابطين حياتنا كلها بالدولار، لما بتنزل تشتري حاجة بتلاقي التاجر بيقول لك سعرها غلى، تقول له ليه؟ يقول لك أصل الدولار، أصل أنا بشتري مش عارف بستورد السلعة من بره. تمام؟ يبقى الدولار هو قاعدة أو عمود فقري في الاقتصاد المصري. جميل قوي، نرجع بقى للأرقام تاني، نكشف بقى الصورة ونشوف الأرقام. في 26 أكتوبر 2022 كان الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، ما يوازي كام حضرتك؟ $130.
النهاردة 2 مارس 2023 الحد الأدنى للأجور تم رفعه ل 3500 جنيه، بس ركز معايا اللي هم كام حضرتك؟ 114 دولار. ما بين أكتوبر 22 ومارس 23 إيه اللي حصل؟ الحكومة المصرية قللت أو خفضت قيمة العملة المحلية أمام الدولار أكثر من مرة، وبالتالي فقد الجنيه قيمة أو جزء كبير من قيمته أمام الدولار، فأصبح الحد الأدنى للأجور 3500 ب 114 دولار، مع أنه كان أقل من كده بالجنيه، كان 3000 جنيه وكان 130 دولار. فالسيسي زودك ولا ما زودكش؟ الزيادة دي هتنعكس على أي حاجة في الأسعار ولا لا؟ أنتوا هتشوفوا، أنتوا اللي هتحكموا، بس أنا جاي أقول لك المعلومة دي لأنها معلومة مهمة شوية. طيب مقدار الزيادة، مقدار الزيادة قد إيه؟ 500 جنيه صح؟ عبد الفتاح السيسي أنت مش متخيل هو عمل معك إيه؟ أنت مش بتشتكي أن أنت مش عارف تجيب لحمة؟ مش بتشتكي أن اللحمة غالية؟ أهو السيسي النهاردة زودك 2 كيلو لحمة. إيه رأيك؟ شفت الحلاوة؟ طب شفت حنية زي كده؟ شفت رئيس حنين بالشكل ده؟ انت متخيل الراجل النهاردة مزودك 500 جنيه في درجة من الدرجات؟ يعني اقل من 2 كيلو لحمة. انت مش عارف تاكل لحمة؟ يلا يا عم هو الرئيس ادالك 2 كيلو لحمة هدية. زيادة دخل الموظف 1000 جنيه، يعني 2 كيلو لحمة وعليهم فرختين. شغل عالي جدا بصراحة. الكلام ده والارقام دي بتدفعنا أننا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي. اشكروا يا جماعة السيسي، اشكروا له، اشكروه، واعملوا كل اللي انتوا عايزين، لأن بصراحة الراجل جايب لك 2 كيلو لحمة زيادة أو فرختين زيادة، فدي أرقام تستحق التحية وإن احنا نقف إجلالا واحتراما لهذا المشير. طيب نشوف أرقام كمان ليها علاقة بالزيادة اللي حصلت النهاردة. زيادة المعاشات 15%. ال 15% دول يعني كام؟ يعني 170 جنيه تقريبا، يعني فرخه.